حي شوارعك يا بلادنا المعمورة. لو 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 لا لي لو 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 لا لي الله محيي شوارعك يا بلادنا المعمورة. صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بحلقة جديدة من برنامجنا صباحنا غير. التاسعة صباحا هو الموعد اليومي اللي بنبتدي فيه محطاتنا المتنوعة واللي بنحرص فيها ككادر عمل انه نغطي معظم الفعاليات اللي عم بتصير بسوريا والمحافظات. قبل ما نبدأ فيكم اكيد بنتوجه دائما بتحيتنا الاولى لأبطال الجيش العربي السوري اللي عهد الله والوطن على صون الأرض والعرض. ودائما وابدا بدي احيي زميلتي وشريكتي نور. صباح الخير نور. يسعد صباحك سلمى ويسعد صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. كل يوم بنطلع عليكم من هالارض، ارض اقدم عاصمه عرفت تاريخ، من عاصمه الياسمين يلي بكل شارع فيها حكايه تاريخ وقصة ماضي خلت لهالمدينة بصمة لا تتشابه مع أي مدينة حول العالم. مواضيع متنوعة لليوم بحلقتنا وأيضا مجموعة من الضيوف المميزين، لكن قبل ما نبتدي فقراتنا لليوم نتوجه بتحيتنا الدائمة لأبطال الجيش العربي السوري، أبطال الزمان والمكان. بكم النصر دائما يولد من جديد. فاصل صغير ونبتدي فقراتنا لليوم. مثل العادة رح نبدأ صباحنا بمجموعة من الأخبار المنوعة ورح نبدأها مع الدراسات. وجد باحثون إيطاليون أنه يمكن للإنسان حماية نفسه من 6 أنواع من السرطان عن طريق أكل التفاح بشكل يومي، ووفقا لدراسة قام بها خبراء في جامعة بوروجويا. سلمى، حلل الباحثون البيانات التي تم جمعها خلال أكثر من 40 دراسة حول العلاقة بين النظام الغذائي عند البشر والسرطان، واتضح في نهاية أن التفاح يحمي من سرطان المعدة والمرئ، وفي بعض الحالات يخفض من نسبة الإصابة بهما إلى الضعفين. فقد وجد أن حالات الإصابة بسرطان الرئة هي أقل ب 25% عند محبي تناول التفاح، ونسبة خطر الإصابة بسرطان الثدي أقل ب 5 مرات من أولئك الذين لا يأكلون التفاح أبدا. وبالإضافة إلى ذلك يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان الفم. سلمى، يعتقد الباحثون أن تأثير التفاح المضاد للسرطان قوي جدا ويعود إلى حقيقة أنه غني بالمركبات والصبغيات النباتية التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة. يعني نور مثل ما بيقولوا كنا دائما نسمع المقولة الشهيرة أنه تفاحة واحدة باليوم بتخليك تبتعد عن الدكتور مدى الحياة. هاي الدراسات الجديدة مرة تانية عم تثبت مدى خلينا نقول الفوائد الموجودة بثمر التفاح. صحيح سلمى، وبتتفاجأ أحيانا بالفواكه يمكن والخضروات قديش فيها مو فقط فيتامينات، قديش فيها ممكن فعلا مضادات أكسدة، بتساعد كمان يمكن بنية جسدية صحية. فلازم ناكل مو بس فواكه وخضروات كتير منيح لأنه نحن ما
ما بنتبه لهيك قصص ابدا. اكيد لازم ندخلها ضمن نظامنا الغذائي. خلينا نروح سوا لحتى ننتقل لخبر ثاني ورح نبقى بعالم الدراسات نور. وقال صحيفه الجارديان البريطانيه نقلا عن خبراء بالصحه من جامعه كاليفورنيا انه نمط الحياه الصحي ليس وحده السر في طول العمر لدى الانسان، وانما هناك عوامل اخرى كثيره تؤثر على ذلك. سلمى، بحسب الخبراء فان الشيخوخه المبكره قد تكون متاصله في جينيات بعض الأشخاص دون غيرهم في اتباع نمط حياة صحية وممارسة الرياضة وتجنب العادات الضارة، أمور لن تساعد على تجنب الأمراض أو على العيش لمدة أطول مما يعيش غيرهم. وخلال محاولة العلماء معرفة متوسط العمر البيولوجي لدى الأشخاص، قاموا بتحليل الحمض النووي ل 13 ألف متطوع من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبعد دراسة نتائج التحليل وجد العلماء أن خطر الوفاة المبكرة لدى 5% من المتطوعين مرتفع بنسبة 50% عن المعدل الطبيعي. كما وجد أن احتمال الوفاة المبكرة لدى شخص يبلغ من العمر 60 عاما يتبع نمط عيش صحي أعلى بنسبة 15% من احتمال وفاة شخص آخر بنفس العمر لم يصنف أصلا من بين 5 من المعرضين للوفاة المبكر. يعني نور فعلا أوقات في أشخاص مثل ما ذكرت الدراسة بيكونوا كتير بيتبعوا نظام غذائي صحيح، وبيكونوا كتير أشخاص خلينا نقول بعيدين عن نمط الحياة اللي ممكن يؤدي إلى الموت المبكر، ومع ذلك فهن عرضة جينيا مثل ما أبرزت هاي الدراسة أنه يكونوا مصابين بالموت المبكر. صحيح سلمى، بس بعتقد أنه يمكن كمان الحالة النفسية بتلعب دور كتير كبير، بالإضافة لممكن حياة صحية يومية أنت عم تعيشيها، كمان يمكن المحيط بيلعب دور والحالة النفسية بتلعب دور، فهي بتعيش الحياة مرة عايشة مثل ما بدك وارتاح. تماما. خلينا نروح لخبرنا التالي. ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط مصور يظهر عشرات عمليات إطلاق صواريخ إلى الفضاء لوضع مختلف الأقمار الصناعية العسكرية على المدار. وجاء شريط الفيديو بمثابة تهبة الذكرى 59 لإطلاق أول قمر اصطناعي في العالم السوفيتي إلى الفضاء. وفي هذا اليوم تحتفل روسيا سنويا بعيد تأسيس قواتها الفضائية. خلونا نشوف سوا أجمل عمليات إطلاق الصواريخ. مثل ما تابعنا مجموعة من الصواريخ الفضائية اللي أطلقتها روسيا بالأمس، وهو بيصادف مثل ما بنعرف تاريخ إطلاق أول صاروخ فضائي أطلقته روسيا منذ أعوام طويلة. رح نرجع سوا بسجلات التاريخ ونشوف سوا كيف في عنا كتير أحداث مدونة يوميا بتشكل مفاصل هامة عبر الزمان. مثل كل يوم رح نبدأ برامجنا بقراءة سريعة لأهم هاي الأحداث بالتقرير التالي. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يكون بصمة يغير مجرى التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1905، ويلبر رايت يقطع مسافة 24 ميل في 39 دقيقة مستخدماً طائرته المسمى رايت فلاير 3، وهو ما اعتبر رقماً قياسياً صمد حتى عام 1908. وفي عام 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
وفي عام 1944 فرنسا تمنح النساء حق التصويت. وفي مثل هذا اليوم من عام 2015 12 دولة من البلدان المطلة على المحيط الهادئ تصل إلى اتفاقية بشأن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ. وفي ذات اليوم الإيرلندي ويليام كامبل والصينية تويويو والياباني ساتشو أومورا يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2015 مناصفة لاكتشافهم أداة لقتل الطفيليات. ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1713 ديريدو فيلسوف فرنسي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2011 ستيف جوبز المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. اليوم 5 تشرين الأول، مثل ما تابعنا بالتقرير السابق سجل هالتاريخ ولادة ووفاة عدد كبير من الشخصيات اللي كان إلى بصمتها الفارقة بالتاريخ. خلونا نتابع مين هي شخصيتنا لليوم بالتقرير التالي. ستيف بول أو ستيف جوبز مخترع وأحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، هو المؤسس الشريك والمدير التنفيذي السابق ثم رئيس مجلس إدارة شركة أبل، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة بيكسار ثم عضواً في مجلس إدارة شركة والت ديزني حتى وفاته. أبصر جوبز النور في 24 شباط من عام 1955 في أواخر السبعينيات، وقام جوبز مع شريكه ستيف ويزناك ومايك ماركيلو وآخرون بتصميم وتطوير وتسويق واحد من أول خطوط إنتاج الحاسب الشخصي التجاري الناجحة والتي عرفت لاحقاً باسم سلسلة أبل. في أوائل الثمانينيات أدرك جوبز الإمكانيات التجارية لفأرة الحاسوب وواجهة المستخدم الرسومية، الأمر الذي أدى إلى قيام أبل بصناعة حواسيب ماكنتوش. بعد خسارة الصراع على السلطة مع مجلس الإدارة في عام 1985 استقال جوبز من أبل وأسس شركة تعمل على تطوير منصات الحواسيب في التعليم العالي والأسواق التجارية، ثم قامت أبل بالاستحواذ عليها في عام 1996 وعاد جوبز إلى أبل وأصبح المدير التنفيذي لها عام 1997. في عام 1986 اشترى قسم رسوميات الحاسوب بشركة لوكاس فيلم التي استحوذت عليها شركة والت ديزني، وانتقل على إثرها ليكون عضواً في مجلس إدارته الأخيرة. عانى جوبز قبيل عدة سنوات من وفاته من مشاكل صحية بعدما أصيب في عام 2004 بنوع نادر من سرطان البنكرياس، وخضع في عام 2009 لعملية لزراعة كبد، وحتى وفاته في عام 2011 كان جوبز في عضلة مرضية أعلن خلالها في 24 آب من عام 2011 عن استقالته من منصبه كمدير تنفيذي لشركة أبل مع انتقاله للعمل كرئيس مجلس إدارة. في 5 من تشرين الأول من عام 2011 توفي جوبز عن عمر 56 عاماً. نور، رح نبدأ أولى فقراتنا لليوم ومساحتنا الخاصة بعلم النفس منخصصة للنساء وخصوصا للتوعية بظاهرة العنف ضد المرأة، الظاهرة يلي ما زالت المجتمعات على اختلاف توزعها الجغرافي تعاني منها كثير، كما يزداد وضوحها كلما ازداد الفقر والجهل والتخلف. سلمى، وفي سوريا ومع وجود هذه الظاهرة المرأة لم يكن يوما أقل من دور الرجل، بل لطالما كان موازيا ومكملا له في شتى المجالات لتكون بجدارة واستحقاق المرأة السورية ضلع قادر. الحديث عن أهم الأسباب والأفكار حول ظاهرة العنف ضد المرأة بصرنا نرحب باستديو صباحنا غير مع الاختصاصية النفسية هبة موسى. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير هبة.
صباح النور سلمى. بداية خلينا نحكي يمكن ونعرف الناس بتعريف ظاهرة العنف ضد المرأة. ظاهرة العنف ضد المرأة هي بتتناول المجتمعات، هي بتتناول العادات والتقاليد. لما نحن بنتناول انه من مبدأ انه هي ضعيفة، فمن جانب الضعف نحن صار في عنا للأسف الشديد في عادات وتقاليد انه المرأة هي اللي لازم تكون الضلع اللي خليني اقول لك اللي غير قادر، الضلع القاصر. نحن في عنا مصطلحات بمفهومنا نحن بغنى عنا ونحن بعيدة عن علم النفس، وبالوقت نفسه بتعمل تحفيز سلبي من مبدأ مثلا ضلع قاصر. هلأ ضلع قاصر واحد بيقولها بس هي بالعامية بتأثر عليها نفسيا، لأنه هي مثل ما قالت نور هي متوازية مع الرجل، هي كائن فعال، بالأحيانا بتكون هي محفز الرجل اللي بيقدر ينجز عن طريقها. طيب خلينا نحكي عن أهم النقاط الأساسية حول مبادرة وحقيبة تم إعدادها لتوعية بظاهرة العنف ضد المرأة، رغم كل التطور يمكن اللي وصلنا له ونحن بال2016، لكن ما زالت المرأة لليوم تعاني من عنف من شتى الوسائل، إن كان تماما يعني إن كان مو فقط من الرجل، أحيانا بنلاقي تعنيف المرأة من قبل المرأة يعني على يمكن جميع الأصعد، إن كان مهنيا ولا حياتيا ولا اجتماعيا. نحن هلأ العنف ضد المرأة في عندك عنف لفظي وفي عندك عنف غير لفظي. العنف ضد المرأة العنف بشكل خاص نحن ببلش معنا من 5 سنوات الأولى، لما مبدأ النمذجة الاجتماعية، لما بيكون في تربية الطفل، لما بيكون أنت معلش أنت صبي معلش تبكي، إنه لا تبكي، أنت صبي ما بتقدر تتصرف، أنت صبي بس البنت لا عيب، لا عيب، لا عيب. هي اللي من 5 سنوات أنت بنت لا عيب ما لازم تتصرفي، هي طلعت النمذجة الاجتماعية بتصير غير قادرة على أنها تكافئ ما تعمل دورها الاجتماعي. التوعية بدها تبلش من الأسرة، بدها تبلش من 5 سنوات الأولى، لأنه هي البناء النفسي للإنسان. بالإضافة لشغلة ثانية، أنه بالتربية بالأسرة في عنا مهارات التواصل، مهارات التواصل هي الأساسية. لما ببلش العنف بتلاقي أنه مقطوعة جميع العلاقات، مقطوعة جميع قنوات التواصل سواء مع الأب والأم أو حتى الأب والأم والأطفال. فالتوعية إلى أكثر من جانب، وبالوقت نفسه لما منوصل للمجتمع الكبير عندنا عنف غير لفظي. عنف غير لفظي نحن للأسف ما له، رغم التطور مثل ما قلتوا ما له مضوى عليه بما يكفي، لأنه دايما عم تجي أساليب تخلينا تطور العنف لحتى يكون غير قادر لأنه يتضوى عليه. المشكلة بتلاقي كل ما في تطور بيتطور العنف في جميع الشكل، بيتطور تماما، بيتطور تماما، وبصير في خجل أنه بدي أقول. للأسف شديد تجينا حالات أنه أنا بدي أقول أنه أنا عندي عنف، طب شو نظرة المجتمع بالنسبة إلي؟ لا، أنت لازم تقولي لحتى تجنبي لغيرك، لحتى من تجربتك ينبنى، من تجربتك تجارب الغير، لحتى ينبنى عن طريقك انت تجنبي غيرك. فهون الإضاءة، هون بيجي التوعية، هون بيجي الحقيبة التدريبية، هون بيجي المبادرة، مبادرات الأفراد، مبادرات الناس المختصين. هلا في نحن بلشنا بمبادرة في معي شريكي هو أخصائي نفسي الدكتور باسل، فنحن بنحكي بالموضوع أنه لما بنبني الأم أو الأنثى خليني أقول لك ضمننا الأسرة، ضمننا المجتمع، ضمننا الأطفال. فمثل ما بيقولوا أحيانا بيقولوا أنه الأنثى هي بتربي نص المجتمع وهي النص الآخر، فنحن ضمننا المجتمع كله. من هون بلشت المبادرة للعنف لحتى نضوي عليها بما يجب. طيب هبة، يعني هون عم نحكي يمكن عن أهمية التوعية مو بس للطرف الآخر اللي بيشمل الأبناء والرجل، كمان يمكن الأنثى اللي تمام. هي مثل ما قلتي بحاجة لنوعية بالبداية عن أهمية الحفاظ على نفسها وأهمية الحفاظ على الأنثى الأخرى من الصغر تمام. كمان في شيء تاني أو بند تاني هو لا وجود للفشل، تحكي لنا أكثر عن هذا البند. هلا نحن من مبدأ لا وجود للفشل لما ندخل فيه، نحن ممكن الحياة الطبيعية أنه نجرب أول تجربة، نجرب الثانية بسوء التعاطي بتخلينا نحن نقول انه ممكن فشلنا، ممكن نبعد عن الموضوع. لا، نحن الاول تجربة والثانية هي وسيلة لحتى نوصل للنجاح. نحن اذا وصلنا للنجاح او خليني اقول لك اجى النجاح معلب عنا، نحن للاسف الشديد عنا حالة الاستسهال، اجى لعنا النجاح جاهز مجهز. لما بيجي جاهز مجهز نحن ما بنحس بطعمته، لا نحن الحلاوة انه نستثمر فشلنا، نستثمر خليني اقول لك ابس اند داون، يعني الحياة فوق وتحت. الحياة لما بتكون تحت ما حتضل تحت دائما، نحن المحاور هي ان هي ما حتضل تحت دائما، بالعكس طالما انت تحت خلينا نعتبرها مثلا بريك، خلينا نعتبرها انه
التأسيس، لأنه نحن نأسس لنطلع لفوق، لحتى على هالأساس يكون الفشل ما له وجود، غير هو مفهوم بخليني أقول لك بدماغنا بالعادات بالتقاليد، هو ما له وجود على أرض الواقع. نحن اللي منوجده، نحن اللي منعيشه، ومنعيشه وأحياناً منعيشه بمأساة. فنحن لما نبعد هذا المفهوم من دماغنا نقدر نعيش كما يجب. تمام. طيب خلينا نحكي عن النقطة الثانية، من أنت؟ يعني قديش مهم إنه المرأة تعرف نفسها، تعرف يمكن حقوقها، تعرف واجباتها. كمان هي نقطة جدا مهمة. المشكلة إنه نحن بنعرف شو نقدم بس ما بنعرف شو لازم لنا. يعني نحن لازم يكون عندنا حق واحد اثنين ثلاثة بالمجتمع، لا، في تعتيم عن هيدا الموضوع بتلاقي، إن كان من المحيط العائلي، إن كان من المحيط حتى عن الصعيد إذا بنحكي العملي، دائما في نقط مغيبة هون. تماما، لانه نحن الحاله متشابكه مثل ما قلتي، الصعيد العملي، الصعيد العائلي، البناء. برجع لك، نحن الدراسات بتقول الخمس سنوات الاولى هي البناء النفسي الاول. لما بتكون الام ما لها وعيه لهذا الموضوع، لما بتكون الام انه انت للبيت، نحن في عندنا كثير مفاهيم سلبيه، انت انثى انت للبيت، لا، انت مثل ما يعني انت كائن حي، الكائن الحي هو فاعل ومتفاعل. فنحن مثل ما اخوك مثلا الذكر، كمان انت بتقدري تقومي فيه. فبنبلشها بالخمس سنوات الاولى بما يتناسب مع الحقوق والواجبات. يعني الام بتكون واعيه لهذا الموضوع، بتعطي الاولاد ما يتناسب مع وعيهم، المعلومات اللي بتناسب هذا الوعي. طلعنا على المدرسه، لما طلعنا على المدرسه بيكون في توعيه خليني اقول لك للمعلمات، خليني اقول لك لانه في عنا صف لازم يكون في توازن الحقوق والواجبات. لما وعينا المعلمات نحن كسبنا الجيل، لانه طالع من هو من البيت فكسبنا للجيل. استمرينا بالجامعه، نحن لازم خط المواجهه، لازم نبعد على انه لا ما لازم نحكي، لا ما لازم نحكي. وبعدين من انت هو سؤال فضفاض جدا. فعلى قد ما له فضفاض، على قد ما هو حياه لحاله، لانه الانثى هي حياه. لانه المشكله انه من انت؟ لانه بالبيت انت حدا، بالشغل انت حدا، لازم في تقبل. كنت جايتك الحديث يعني، لازم حاله التقبل للذات، لازم يكون في هو داخليا هو نفسه خارجيا، ما يكون يسعى. هلا اوكي، نحن بمجتمع لازم نحن نرضي المجتمع تبعنا، بس بالوقت نفسه بما ينبع عنا، بما نحن بيرضينا نحن بنقدر نرضي المجتمع. اما نسعى لرضا المجتمع ونحن غايبه عنا نحن شو نحن، بيصير في خلل كبير، بيصير في خلل حتى بيأثر على الرجل، بيأثر على مناحي الحياة كلها، لأنه هي المحرك. إحنا مبدأ المبادرة تبعنا الأنثى هي محرك الحياة، وين ما راحت هي محرك الحياة، سواء صغيرة، سواء أم، سواء أخت، سواء شغل، هي المحرك اللي تقدر تحرك هذا الموضوع. بالوقت نفسه هي خليني أقول لك الوعاء الواسع اللي بتوعى الكل، ونحن لازم نحتويها. من سؤال من أنت، نحن كمان لازم نحتويها. لما نقول من أنت، من ضويلة على أنت شو، أنت شو عندك، أنت شو نظرتك للمستقبل، أنت كيف كانت تجربتك السابقة، كمان نحن منحتويها، نحن بنعملها تحفيز. قديش بدنا نوعيها، كمان بدنا نعملها تحفيز أنه هي قيمة مضافة للحياة. هبة، اليوم بدنا نحكي كمان عن المفهوم اللي بيكون تغيروه، وهو المفهوم الشائع المرأة ضلع غير قادر، رح تحولوه للمرأة ضلع قادر. خلينا نحكي عن هاي المفهوم بالذات. هلا نحن بناء على حقوق، خليني اقول لك بناء على حقوق الانسان، حقوق الانسان نحن بلشنا بهذا الموضوع. فالمرأة ضلع قادر بالتوازي مع الرجل، المرأة ضلع قادر لان تنجز، لان تعمل نقط تحول بالحياة. نحن بلشنا من بناء على حقوق الانسان وبناء على العادات والتقاليد. لما نقول ضلع قاصر ضلع قاصر ضلع قاصر، لا، هي ضلع قادر. نحن بنوصل المعلومات العلمية اللي بنعطيها اياها من بناء على من انت، لما بتتبلور عندها صورة الذات بتقدر تعرف حالها ان هي قادرة على التغيير، بتقدر تعرف ان تكتشف انه تفوت، خليني اقول لك، على المجهول. لما بتفوت على المجهول هي بتعرف حالها ان هي قادرة، بتعرف التغير اللي هي فيها. فنحن لما بنربط المعلومات بنربطها احيانا بحالة، خليني اقول لك، احيانا مشاريع صغيره، احيانا مشاريع على ارض الواقع. مشاريع على ارض الواقع لما بتقلي لها مثلا انك انت قادره، طب خلينا نجرب، ممكن تجرب اول مره تكون في عندها رده فعل او خوف، خليني لك، او باي شيء من الاشياء. لما بتلاقي انه هي ربطت ارض الواقع، انه هي غيرت حياتها، انه هي قدرت تنجز، قلت لك مشروع صغير بيبدا بتقبل الذات، بيبدا بمن انت. لما قدرت تنجز قدرت تعلي صوتها،
نرجع لموضوع العنف ضد المرأة، لما بتحس حالها ان هي قادرة بيطلع بتقدر تحكي، تقدر تحكي بناء على تجربتها. التجربة التجارب السيئة هي بناء للتجارب الجيدة، فبتصير بتقدر تواجه وبالوقت نفسه بتقدر كمان تحكي، خليني اقول لك توعي الآخرين. يعني تصير هي، نحن احيانا كثير في حالات عنا بتصير هي توعية لناس لإناس معنفات، هي بتصير قادرة أن توعي إناس غير معنفات من تجربتها الشخصية. فالضلع القادر بيقدر يفوت على كل نواحي الحياة، الضلع القادر هو محور الحياة. بس يمكن دكتورة إذا بنقول قديش مهم هي تعرف قيمة نفسها، لأنه لما تتعرض المرأة للعنف كأول مرة وتقبل لأنه هي ما عارفة قيمة نفسها، ما عارفة قيمة ذاتها، فهي نقطة جدا مهمة. لما أنا أسمح لنفسي أنه أتعرض للعنف أول مرة فرح اسمح لنفسي مره واثنين وثلاثه. المشكله انه المراه اليوم في مجتمعاتنا العربيه ما بتعرف قيمه نفسها، وهي كمان نقطه بنرجع بسبب المجتمع، بسبب التربيه. تماما، بسبب التربيه. النواه الاساسيه هي العائله، فانت مربايه على هي التفاصيل. مثل ما قلتي ممنوع تعملي هيك، ممنوع تشتغلي هيك، عيب تعملي هيك، فهي اساسا ربياني على هذا الاساس انه هي القيمه الذاتيه لنفسها ما معطاه، فهي تسمح للاخر انه يعني يعنفها. هلا هي ربيانة على هذا الأساس، وممكن تكون في عندها ردة فعل سلبية لما حدا بده يغير لها أو يطلعها من هي الحالة، تكون في حالات الجينة بتكون متمسكة فيها، بتقول ليش لا أغيرها. في كتير حالات إنه ليش لا أغيرها، أنا ساكنة ومشي مثلا كرمال أولادي. لا، نحن لازم نطلعها بهذا الموضوع، لازم نطلعها بتقبل الذات، بأنك أنت مرأتي بحالة سلبية، مرأتي بأنك أنت قيمة مضافة. لما مرأتي بحالة سلبية هذا الوضع طبيعي؟ هل العنف اللي بيمرق عليك ممكن يمرق على مثلا تقدري أنت تكوني، خليني أقول لك، عنف على الطرف الآخر، عنف على أولادك؟ نحن العنف سلسلة متصلة تماما، فالمرأة المعنفة ممكن تعمل عنف على أخواتها، تعمل عنف على أولادها، فنحن ما بنخلص، بصير المجتمع كله مليء بالعنف. فلما المجتمع بيكون مليء بالعنف نحن ما خلصنا بهذا الموضوع، بنرجع لها للبذرة الأولى، من إلا أنت رضيانة بنرجع لها لحالات تانية، بنرجع لها لأنك أنت لازم تتعاملي مع حالك على أنك أنت ما ترضي. بتقلك المجتمع، بتقلك العادات والتقاليد، ما بقدر أتصرف من هذا الموضوع. من إلا ابدأي بنفسك، من إلا واجهي حالك من مبدأ بسيط. أحيانا في عنا تمارين ممكن بمراية، في عن التطبيق العملي بمراية، تحكي مع حالة، تحكي مع حالة، ممكن تبلش تحكي مع حالة لحالة، ممكن تبلش تحكي مع حالة كجلسات علاج جماعي. جلسات العلاج الجماعي بصير تبادل خبرات بهذا الموضوع. نعم. يعني هبة اليوم نحن بدنا نشكر كتير وجودك، وبندعو كل امرأة شافتنا اليوم انه تبدأ بنفسها، واكيد هي ضلع قادر. شكرا كتير لك. شكرا لكم. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمادتنا التالية تحت عنوان دوحة القلم والبندقية، الوطن لنا، أقيمة فعالية ثقافية وطنية بالتعاون مع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة بمشاركة المسرح العسكري وبمناسبة أعياد تشرين. كاميرا الإخبارية السورية كانت حاضرة بالفعالية برفقة زميلتنا ليديا أسعد. خلونا نتابع. برعاية وزارة الثقافة ومديرية الثقافة في دمشق، بالتعاون مع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة ومجموعة الوطن إلنا، وبمناسبة أعياد تشرين التحريرية، أقيمت فعاليات ثقافية وطنية بعنوان دوحة القلم والبندقية، الوطن إلنا. هذه الفعالية هي تحية لأرواح من استشهد في حرب تشرين التحريرية، ولمن يستشهد كل يوم في هذه الحرب الكونية على سوريا. هي تحية للجيش العربي السوري، تحية لكل الوطنيين الشرفاء الصامدين في بلدنا الحبيب سوريا. حاولنا في هذا الاحتفال أن يكون هناك معرض تشكيلي من روح ومن وحي هذه الحرب، طبعا بالتعاون مع الجيش والقوات المسلحة، وأن يكون هناك عرض من المسرح العسكري. حملة الوطن إنها حملة ثقافية توعوية عم تواكب اليوم انتصارات الجيش العربي السوري والحالة الثقافية الاجتماعية اللي لازم اليوم نشتغل عليها. نحن بحاجة إلى كل الفعاليات الثقافية والتوعوية لنواكب من خلالها انتصارات الجيش العربي السوري، ونستذكر مدرسة تشرين. هذه المدرسة كرست ثقافة المقاومة، كرست ثقافة الانتماء للوطن، ناهيك عن بعد القومي. مدرسة تشرين بحد ذاتها هي ولادة لدرب الانتصار والمقاومة. تضمنت الفعالية افتتاح معرض تشكيلي وإلقاء قصائد شعرية وعزفا منفردا
قدمتها فرقة المسرح العسكرية لتبقى الحياة مستمرة بأنغام موسيقى المقاومة. وجودنا هون على أنه أنت بتشوف هذا الشعب عم يرد الوفاء بالوفاء للجيش، الجيش اللي عم يقاتل، نحن اللي عم نقاتل، أنا وأخواتي ورفقاتي وأبنائنا اللي عم نقاتل لتحقيق الانتصار على هالقوى الظلامية، على هالقوى التكفيرية. هن أجوا بقلم يكتبوا عننا، يكتبوا عننا ما نحن ما نشعر به نحن وما نعد به أهلنا بسوريا، بأنه الانتصار اقترب بإذن الله. بأشعارهم وغنائهم مجدوا حرب تشرين التحريرية وذكروا بأعظم التضحيات في سبيل الأرض كان ربانها الجيش العربي السوري الذي قدم وما زال يقدم المزيد من الشهداء ليبقى الوطن شامخا أبيا. أما هلأ نور فصار وقت جولتنا على الأخبار الثقافية والبداية من دمشق وتحديدا من دار الأوبرا اللي احتضنت البروفات التحضيرية لأوبريت الدم حبر الحق من تأليف محمود عبد الكريم وأخراج عروة العربي وتأليف الموسيقي للموسيقار طاهر ماملي وبمشاركة العديد من الفنانين وفرقة إما للمسرح الراقص. كاميرا برنامجنا تواجدت برفقة الزميلة أريج فرزلي ورصدت أجواء الكواليس. خلينا نتابع سوا. اليوم عم تحضروا الأوبريت فيه نفحات دمشقية ونفحات حلبية وانتصارات الماضي وانتصارات الجيش العربي السوري بالحاضر. خبرنا أستاذ طاهر اليوم على هالأوبريت اللي عم تحضروا له. الحقيقة نحن عاملين تحية للجيش العربي السوري عبر التاريخ من خلال نص كاتبه الأستاذ القدير أستاذ محمود عبد الكريم. دلنا نصل لصيغة نستعرض فيها هاي القلعة هاي اللي هي سوريا عبر التاريخ، كيف دائما كان هو الجيش اللي هو دائما عم بيصد ودائما هو محور لحتى يحمي هالمكان هذا، لانه هو مستهدف تاريخيا اصلا. وبالتالي نحن جينا بالقصه من اول جيش صار لسوريا عبر التاريخ، مرورا بكل المراحل التاريخيه ودفاعاتها، وكيف دائما الجيش هو عم بيتصدى للحظه التاريخيه اليوم اللي عم يسجل فيها كمان جيشنا العربي السوري الان بهذه اللحظه، عم يسجل فيها كيف انه هو عم بيقدر بيصد وعم بيقدر بيحمي هالمكان هذا وشعبه، وان شاء الله الانتصار هو الامل بالنسبه لهذا المكان. رح كون مشاركه بشخصيه اوغاريت، كثير مبسوطه اكيد بهي المشاركه، خصوصي انه هي لدعم اسر الشهداء اللي نحن بعتبر من واجبنا انه نكون موجودين باي فعاليه بتخصهم، اكيد اقل شيء ممكن نقدمه يعني. أستاذ وفي اليوم حضرتك مشارك بأوبريت دم حبر الحق، خبرنا عن مشاركتك بهالأوبريت. أهلا وسهلا فيكم ونورتونا. مسرحية غنائية راقصة، أنا أول مرة بخوض هيك تجربة، بتحكي عن الحضارات السورية من زمن لوصولنا لجيش العربي السوري حامل حماة، وإن شاء الله تحب الناس وإن شاء الله فينا هيك نوضح صورة شو عم يصير عنا بالبلد ونفهم الناس كلها انه جيشنا هو الحامي، وجيشنا هو يعني هو اولادنا واخواتنا من كل المدن، وان شاء الله يا رب تكون بدايه خير، وان شاء الله حنعرضها اكثر من محافظه بسوريا. انا دوري زنوبيا، هو عم يحكي عن الجيش العربي السوري وتكريمه لرموز التاريخ بسوريا مثل زنوبيا وقريت يوسف العظمي وأبولودور الدمشقي. انا كثير مسرور بهالعمل هذا، اولا لانه عمل لبلدنا الحبيب سوريا، اثنين انه للجيش العربي السوري، فهذا الجيش العربي السوري نحن يعني من جله لأنه حامينا وحامي هالبلد.
ننتقل مشاهدينا لخبرنا التالي. منحت جائزة نوبل للطب لعام 2016 للياباني يوشينوري أوسومي لأبحاثه عن الالتهام الذاتي للخلايا المتضررة التي أدت دورا حاسما في فهم تجدد الخلايا وردة فعل الجسم على الجوع والالتهابات. ومع نوبل الطب يفتتح موسم جوائز نوبل لسنة 2016، جائزتان تشمل العلوم والسلام والاقتصاد وأخيرا الأداب. وقالت لجنة نوبل في حيثيات قرارها أن تحولات جينيات الالتهام الذاتي يمكن أن تسبب بأمراض، فيما عملية الالتهام الذاتي ضالعة في عدة أمراض مثل السرطان وأمراض العصبية. نور، لهون بتكون خلصت جولتنا على الأخبار الثقافية، وأكيد مكملين بمشوارنا الصباحي. فاصل صغير وبنرجع. نور ظل هو اسم العرض اللي أحيته الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله وفرقة أنيما للرقص بقيادة محمد شباط على خشبة المركز الوطني للفنون البصرية. لنحكي أكثر عن هذا العرض أكيد بيصيرنا رحب المايسترو عدنان فتح الله قائد الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية ومحمد شباط مدير فرقة أنيما للرقص والمدرب أيضا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نحكي عن عرض ظل. ليه اسمه ظل؟ يعني شو الهدف من التسمية؟ قبل ما نحكي عن العرض الجميل اللي قدمته. تماما. هلأ البداية هي ولدت الفكرة أنه دعوة المركز الوطني للفنون البصرية أكيد مشكور لإقامة حفل الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. طبعا طبيعة العروض اللي عم تقدم بالمركز الوطني للفنون البصرية هي شيء سمعي 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 بصري. فنحن من زمان يمكن يعني نحن ملتقيين انا والاستاذ محمد انه نحن نساي مشروع هو انه موسيقى لايف ورقص مع بعض. فاجت خلينا نقول الخطوه الاولى لحتى ننفذ هذا العمل. بس يعني كان توصلنا لا بالنهايه لانه نحن ننفذ هذا العمل كرقص وموسيقى بس بتقنيه جديده هي تقنيه خيال الظل. يعني الراقصين عم يرقصوا ورا شاشه مبين بالظلهم وعم يرقصوا على الموسيقى. فمن هون اجت التسميه انه خيال الظل وفكره اقامه العرض. يعني محمد يمكن هي التركيبه المميزه بتغري اي راقص انه يجرب هيك تجربه. خلينا نحكي عن التحضيرات اللي قمتوا فيها مع الفرقه لحتى يطلع العرض بالصوره اللي شافوها الناس بالاخير. تمام. هلا انا لبيت دعوه الاستاذ عدنان فتح الله وكانت بدايه لحتى احنا ناسس جروب اللي هو اسمه انيما دانس جروب. بيضموا أكاديميين وهنا خريجين وطلاب بالمعهد على الفنون المسرحية قسم الرقص. لبينا الدعوة وحاولنا نعمل شيء مميز اللي هو نحن نترجم موسيقى لرقص ونعمل فلسفة حركية من خلال مؤلفين موسيقيين اللي هن سوريين. حاولنا نعمل شيء جديد مو صاير قبل، تجربة أولى لأنها بتخوف. حاولنا نجرب كيف نحن نعمل الأشكال وكيف نحن نستخدم الضوء، كيف نحن بنكبر بالضوء، كيف نحن بنصغر بالضوء، كيف نعمل هذا الشادو ونقدمه للعالم برسائل حلوة بسيطة نصل لقلبهم بيقدروا يفهمونا. بنفس الوقت هو التناغم بيننا وبين الموسيقى. بس قديش جميل كنتوا عم تترجموا المعزوفة الموسيقية من خلال الرقصة. يعني لما نسمع نحن المعزوفة الموسيقية والرقصة في تناغم جميل، انت عم تترجمها وعم توصل. نحن كنا موجودين بالعرض وعم توصل للمتفرجين، فهي يمكن نقطة كتير مهمة. قديش فعلا في ذي تناغم بيناتهم؟ كان كتير صعب انه نحن نشتغل على موسيقى شرقية بتمثلنا احنا كداخل، واستخدمنا فيها تقنيات غربية بما انه نحن بنعمل انواع الرقص كلها اللي هو الباليه المودرن الرقص المعاصر. حاولنا نطلع بهوية سورية شرقية مع المايسترو. طبعا مايسترو يمكن عادة قائد الفرقة بيكون عنده هذا الحس القيادي لحتى يقود كل اللي موجودين من موسيقيين، ولكن يمكن كان في عندك مهمة تانية هي ايضا خلينا نقول الموسيقى مع أستاذ الراقصين. أديك كانت هاي المهمة شوي؟
هلا هي يمكن كنت عم شوف العرض كلياته انه كامل من برا، بيحكوا انه الاستاذ محمد كان عم يشتغل مع الرقصين ورا الشاشه. هلا هي المسؤوليه كانت كبيره مثل ما حكى الاستاذ محمد، انه هو بالفعل خطوه يعني كانت انه يعني صعبه لاول مره عم بتصير، خايفين انه تنجح او ما تنجح، انه يصير فيها اغلاط ما تزبط، لانه هي كتجربه مثل ما قلت لك تجربه جديده. هلا خلينا نحكي على الشق الموسيقي والرقص وما يميز عرض ظل. عرض ظل هو عرض سوري بامتياز تماما من ناحيه الموسيقى اللي قام الاستاذ محمد بتصميم الرقص عليها، هي موسيقى من تاليف الاساتذه زملائنا اكيد خريجين المعهد العالي للموسيقى، اللي هن تجاربهم الابداعيه بمجال التاليف الشرقي الاوركسترالي عم تتقدم بالحفلات الدوريه للفرقه الوطنيه للموسيقى العربيه بدار الاسد. وهون اكيد كل الشكر لوزاره الثقافه ودار الاسد للثقافه والفنون اللي هي عم تحتضن الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، عم تقدم لها حفلات دوريه كل شهرين على مسرح الاوبرا. هذا الشيء عم يخلينا نحن نقدم تجارب ابداعيه للموسيقيين السوريين الشباب المؤلفين بكل 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 حفل. هذا بالنهايه عم يؤدي انه هالقطع عم تتراكم، عم نحصل على هي المكتبه الموسيقيه اللي عم نستفيد منها نحن بانه نساوي شراكات مع فنون ثانيه مثل ما سوينا شراكه مع الرقص، بس انه كسمه عامه او كهويه هي هويه سوريه. ما اشتغلنا على موسيقى عالميه جبناها نحن ورقصنا عليها، الجميل فيها كان توازي الموسيقى العالمية. تماماً. انت عم تسمع فنحن عم نقرا مثلا بعد كل مقطوعه تاليف ملحنين سوريين عازفين، بس انت عم تغمض عيونك تسمع، انت توازي هي ضمن امكانيات بدنا نرجع نقول ضمن امكانيات محدوده ضمن ظروف بلد. فقديش جميل انك عم تصدر هي الصوره. صحيح. انت هلا عم تقول انه انا عم حاول اعمل مكتبه موسيقيه، ونحن عم نبلش بطريق كثير صحيح رغم امكانياتنا المحدوده. نحن عم نركز على هي النقطه لانه لازم العالم فعلا تعرف قديش في تعب وقديش في مجهود، قديش في عازفين موجودين، وقديش الوقت اللي عم تتدربوه خلال شهر، وحتى المردود المادي جدا ضئيل. فهي كمان نقطة لازم العالم تعرف. صحيح. صحيح. هلا رغم كل هي الظروف، يمكن ايمان الشباب سواء كنا انا والاستاذ محمد بالدرجه الاولى حتى الاساتذه الموسيقيين والراقصين، يعني ايماننا بانه نحن رغم كل هي الظروف قدرانين نحن نبتدع افكار جديده، نساوي شيء يعني افكار خلاقه، شيء انه ما صار قبل بمره، شغلات ما تكون تقليديه، شغلات نواكب فيها التطور الحاصل سواء كان من ناحيه الموسيقى والدول تاليف الموسيقى او من ناحيه الرقص واسقاطه مع موسيقتنا الشرقيه. اظن يمكن الاستاذ محمد عنده يعني يمكن حكي عن موضوع انه الموسيقى اللي كان عم يشتغل فيها يمكن كموسيقى هي اول مره او بيشتغل على هذا الطابع يمكن اللي هو الشرقي الاوركسترالي معه. فكمان يعني كان الرقص كمان انه بده كمان كثير تعب لحتى يحقق هذا جهد لحتى يوازي. اكيد نحن شوقنا كثير مشاهدينا لحتى نشوف معهم مشاهد من ومقتطفات من حفل ظل. خلينا نروح نشوف سوا، والكاميرا الاخباريه دائما بتكون متواجده بكل مكان وبترصد لنا اجواء الحفلات، وكانت متواجده مع زميله ليا نحاس. خلينا نروح لنشوف مشاهد من ظل ونرجع.
استاذ عدنان كنا عم نتابع مقتطفات من العرض وبدنا نحكي بالتفصيل عن الراقص والراقصين مع الاستاذ محمد، بس قبل ما نحكي قلت نقطه كثير مهمه، جميع المقطوعات الموسيقيه هي من تاليف ملحنين وعازفين سوريين، خلينا نعطيهم شوي حقهم ونحكي مين كان موجود معك، كان في لك كمان. نحن قدمنا هلا في عملين او ثلاثه تقدموا لي هناك، اذا كانت لحظات وفي ملات. في عمل من اعمال الاستاذ محمد عثمان كمان اللي بصبح عليه اكيد بوجه له تحيه، هو استاذ صف العود والبزق في المعهد العالي للموسيقى، من خريجين المعهد حاصدت فيه على جوائز دوليه وعالميه في العزف على اله البزق او سواء بالتاليف الموسيقي. اشتغلنا له عمل اسمه الموؤوده. الاستاذ كمال سكيكا اللي هو احد اعمده الفرقه الوطنيه للموسيقى العربيه كمان، اللي هو على طول عم يفيد الفرقه اكيد باعمال سواء كانت من التراث موزعه او مؤلفات جديده، فعزفنا له عمل اسمه سحر الشرق. بالنهايه يعني خلال الحفل مثل ما قلت لك انه كان نصه اللي هو عم يرافقه رقص، الاستاذ محمد مثل ما تفضل وحكى انه هو عم يسمع موسيقى لزملائه الموسيقيين اللي منهم قاعد على الستيج كمان عم يعزف له موسيقته، عم يترجم هي الحركات، حركات الجسد عم يحاول يعبر عنها بهي بطريقته اكيد الرقص، فكلياته كان مثل ما قلت لك هو عرض يعني سوري بامتياز اكيد، وكل الشكر لكل حدا اكيد ساهم لحتى انه انجزنا اكيد العمل. بدنا نوجه تحيه لكل يلي شاركوا بالعرض من الموسيقيين وايضا من الراقصين. استاذ محمد، يمكن نحن عم نتفرج كان في هيك مشاهد، عم تتذكر يمكن كيف كنتوا عم تجهزوا هذا الستيج، كيف كنتوا عم تتدربوا، يمكن في شغلات كثير صارت معك، احكي لنا عن هاي الكواليس. هلا الشغلات اللي صارت معنا، نحن فتنا على المركز، لبينا الدعوه فتنا على المركز، المركز مسرح تبعه صغير، فمشكورين بنشكر الدكتور غياث الأخرس مدير المركز، بنى مترين لقدام مشان نحن نقدر نسع. هلا كان عندنا خطوره، نحن اول مره بنشتغل بهي التقنيه تبع خيال الظل، فنحن هي التقنيه البصريه قبل ما نحن نقوم باي شيء عملي من اساتذه الموسيقيين او الراقصين، نحن كانت المساحه صغيره عندنا ورا، يعني كان لازم يكون في مسافه بين الضوء وبين الشاشه مشان نحن نقدر نستخدم الاحجام تبعنا بطريقه صح. فنحن كان عندنا عائق كثير كبير انه احنا معنا المساحه مترين، وحتى المترين نحن ما فينا نستخدمها، لانه انا اذا بدي اطلع للمتر الثاني فانا صرت خارج، بصير فلو على الشاشه، بصير بيعطي خيالين، بصير الخيال مبهم ما انه واضح، واضح ملام. نحن كنا ملامسين للشاشه، فلما يكون في دويت بين شاب وصبيه عم نعمل حاله الحب او عم نعمل حاله هذا الصراع، فكنا عم نواجه مشاكل انه نحن بدنا ندق بالشاشه، نحن بدنا كيف بدنا نسع. ف يعني مشكورين بوجه تحيه لاعضاء جروب انيما، لانه لولاهم يعني ما قدرنا نقوم بهذا الشيء. وانا بدي نوه عن شغله عن المايسترو، شهادتي فيه طبعا مجروحه، انه هو ما كان بس عم يقود الموسيقيين، هو كمان كان عم يقودنا، لانه اصعب شيء نحن اليوم نشتغل موسيقى حيه مع الرقص، لانه التيمبو بيختلف تماما. يعني هي الفكره اذا انا بدي احط سي دي واشتغل على موسيقى، فهو بيعطيني، هو بالنهايه هو شغله اليه عم تعطيني ثلاث دقائق. فانا لما بديت تمريناتي تفات انا والاستاذ عدنان انه هي الموسيقى، وحددنا القطع اللي بدنا نحن نشتغل عليها. فنحن لما اشتغلنا انا كنت خايف انه بهي التجربه اخذ الموسيقى ممكن تكون زايده، لانه عزف اللايف هو كاحساس ممكن يمد، فانا كان عندي ثقه بالمايسترو عدنان انه هو اعطاني الوقت صحيح، هو مو بس كان عم يقود وكان عم يحمسني لانه فوت صح، لانه اقدر اقدم الروح اللي هو اعطاني اياها وقدمها، انا ترجمها هي فلسفه حركيه قدمها للمشاهدين. ويمكن هذا الحماس كان واضح خلال هذا الحماس كان واضح خلال العرض، اذا بدنا نشوف الاستاذ عدنان هذا كنت قاعد كمان ما يعني لو كان واضح كان صار ان شاء الله. لما نشوف الاستاذ عدنان بالحفله وبنشوف الحماس انت اللي بيعطيك اياه من خلال العرض، في سعاده بتمنحها للاخرين، الفرقه كلياتها. بدنا نوجه تحيه لكل الفرقه ولكل الراقصين الموجودين. عرض لي مره واحده بهاي الاهميه، ليش؟ والله ما بقى ان شاء الله رح نرجع نعيده. اكيد رح نرجع نعيده قريبا، ورح يكون مثل ما قلت لك انا من بدايه الحديث حكيت انه هو يعني هذا العرض هو الخطوه الاولى. ان شاء الله رح نوصل ل يعني لمحل انه نحن رح نقدم عرض، برجع بقول سوري بامتياز من ناحيه المؤلفات رح نالف موسيقى جديده تماما. العرض رح يكون على شيء
يعني يمكن يحكي قصة شوي أطول من إنه مثلاً نحن نأخذ بس أعمال. هو عرض يكون عرض راقص موسيقي راقص متكامل مدة ساعة أو ساعة وربع، فهذا هو الشيء اللي عم يسعى له، وإن شاء الله هيك إن شاء الله قريباً من إن شاء الله مايسترو. يعني لازم ننوه ونرجع نقول مرة تانية إنه هذا العرض وهي التجربة السورية الأولى اللي بتنعمل بهذا التمازج والتماهي بين الموسيقى والرقص. ظل أكيد ما رح يكون هو الظل الوحيد، أكيد رح يكون في ظلال جميلة قادمة دائماً. خلينا نحكي عن أهمية هاي العروض من ناحية تقنية والفنية كمان. من ناحية راح أحكي بما يخص خلينا نقول الموسيقى بشكل عام. هلا بداية موسيقيا عم خليني أحكي على الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. هي بكل حفل مثل ما قلت لك إنه من أهدافها إنه هي تقدم أعمال جديدة موسيقية تساهم أكيد بإغناء المكتبة الموسيقية السورية. هي الأعمال للمستقبل راح يستفاد منها جيل موسيقي أكيد ياخدها ويطور فيها، راح يشوف شو عمل عدنان، شو عمل الأستاذ كمال، شو عمل الأستاذ محمد عثمان، وأكيد راح كمان يتطور. هذا بما يخدم الموسيقى السورية أكيد تماماً. الشغل الثاني هو موضوع الدمج بين الموسيقى والرقص. هو حالة يمكن صار في تجارب قبل. موضوع خيار الظل هو شيء اكيد هو بيضيف شيء كثير مهم، انه نحن سوينا هي التجربه لاول مره، وبرجع بقول رغم كل الظروف المحيطه قدرنا نسوي هي التجربه. بجوز كان في شويه ملاحظات تقنيه على انه الشاشه كانت كذا اضاءه، بس بالنهايه حسب ما احنا مو شايفين ولوين وصلنا حسب الامكانيات المتاحه، فهو شيء نحن خلينا نقول انه انجزنا او حققنا 85% من كنا من كنا متخيلينه. طبعا اكيد 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 وان شاء الله وقت ما نعيده اكيد رح نحقق 100%. ما عم اقول انه نحن وقفنا عند هون. فهو بيضيف شيء كثير مهم، موضوع الشراكات حاليا مثلا مع الموسيقى مع الرقص او الموسيقى مع السينما او موسيقى مع، فهو حاله كثير 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 مهمه. بهذا العمل كان في ايمان بالنسبه مني ومن الموسيقيين وهيك، انه نحن رغم كل شيء لازم نقدم هذا العمل، لازم نضل عم نشتغل شيء غير تقليدي غير عادي، نقدم افكار جديده سواء من ناحيه فكره دمج هدول الفنون مع بعضها، او من ناحيه الكتابه الموسيقيه، او من ناحيه انه نحن نقدم عمل موسيقي مثلا على المسرح بيحمل طابع معين او مكتوب باسلوب معين. هذا كلياته نحن قادرين نحن نواكب التطور اللي عم الحاصل بالموسيقى بالرقص بجميع الفنون، وقدرين نكون خلاقين لأفكار. ويمكن هاي النقطة الأساسية من كل عرض عم تقوم فيه الفرقة، قديش نحن عايشين بظروف يمكن صعبة عم تمر فيها البلد، عم تعرض لحرب همجية، إلا أنه نحن عم نصدر الفن والثقافة والفكر. قديش أنتم كشباب وكفرقة عندكم إيمان، يعني في كل عازف عنده ظروف أخرى حياتية واجتماعية واقتصادية، في حدا ملتهي بشغله، مع ذلك لما يكون في عرض الكل بيكون مجتمع، الكل بيكون موجود على حساب يمكن حياته الشخصية وحساب حياته المهنية. هذا الإيمان يعني اللي أنتوا فعلا من خلال العرض بيوصل لقلوبنا، قديش جميل اليوم، قديش يمكن جميل ضمن ظروف. قلت أنا دائما بأكد أنه نحن ليش بنرجع بنحكي عن هاي القصص، لأنه نحن بظروف استثنائية، فأكيد لما تقوم بهيك أعمال ففعلا هذا شيء إنجاز على أرض الواقع. يعني كتير جميل كتير جميل هاي اللمة اللي بتعطوها بين بعض. هلا انا بكم بكل لقاء هيك بوجه تحيه لكل موسيقي وكل من زملائنا اكيد اساتذتنا، اللي سواء كان اللي عم يدرس واخذ الموسيقى انه كرؤيه تربويه، اللي عم يدرس الاطفال بمؤسساتنا اكيد الثقافيه او المؤسسات الاكاديميه معهد صلاح الوادي والمعاهد الاخرى بكل المحافظات، المعهد العالي للموسيقى، كمان اكيد دار الاوبرا اللي عم تحتضن هي المشاريع الموسيقيه، دعم وزاره الثقافه، هذا كلياته شيء كثير مهم لحتى نحن نوصل اكيد رسالتنا اللي هي رساله حضاريه. نحن الموسيقى مقترنه بتاريخنا من الاف السنين تماما. نحن شعب حضاري اكيد بيحب الحياه، وهي اكيد ورسالتنا بالنهايه هي نشر المحبه والسلام اكيد. فكل الشكر لكل موسيقي عم ينزل على
يدرس طلاب لحتى يخرج ويرفد المشاريع الوطنية بكوادر كثير مهمة لحتى تستمر، سواء كانت فرقة السيمفونية الوطنية السورية أو الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، مثل ما قلت لك بالمعاهد اللي بتعنى بتعليم الصغار أو حتى الكبار، أو إيمانه بهي المشاريع وما تقدمه وما تأثيره عند الناس بهي الفترة، هو عم يكون متواجد على المسرح عم يعزف وعم ينفذ هاي المشاريع، فكل الشكر أكيد له. أكيد. محمد، كمان خلينا نحكي عن فرقة إنما شوي، يعني بعد هاي التجربة الحلوة والمميزة بظل، شو الخطوة الجاية اللي حابين إنه تشتركوا فيها؟ يمكن توسعوا كمان أعمالكم لتتمازجوا مع نوع تاني من أنواع الفنية. تمام. هلا بدي أحكي عن إنما دانس جروب، هي تأسست من شهرين فعليا. نحن بهذا العرض الأول لأنه عملنا 15 بروفا، بلشنا من العيد، كان فترات تدريبنا شوي طويلة من الساعة 9 للساعة 3، كانوا الراقصين عم يعانوا ليصلوا على 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 مكان التمرين. نشكر كل حدا ساعدنا، كل حدا آمن فينا، كل حدا لبانا، وبشكركم أنتم كقناة إخبارية سورية، هي رافقتنا وتابعتنا وعملت تقرير عنا. هلا هذا الدعم كلياته بيساعدني أنا لحتى كل عرض أقدم شيء جديد. ما هي المرة الأولى نحن بنشتغل مع موسيقى حية كخيال ظل، كثير صعب كنا نحن نوصل انه نحن ما في تعبير. وش انا برايي الرقص هو من اصعب انواع الفن، لانه هو عم يعبر بالجسد، ما في كلام، ما شفنا وجوه، شفنا خيال. فكان تجربه كثير حلوه وصعبه، وكنت خايف كثير منها، ولهلا كل ما بحكي عنها برجف شوي. هلا بوعدكم بس هي التجربه الاحلى، كثير كانت حلوه، لانه كنت مآمن بالجروب، مآمن بالمايسترو، لانه هو الاساس، هو اللي حرضني، هو اللي كان عم يسالني وانا عم جاوبه. هي فلسفه موسيقيه حركيه. أوكي. هلا بكل عرض نحن حنقدم شيء جديد على صعيد الموسيقى، على صعيد الرقص، على صعيد التمثيل. يعني نحن ما حنوقف بس على انه نحن عملنا رقص وموسيقى، نحن حنفوت التمثيل، حنفوت تقنيات كثير جديده. بوعدكم لقدام، ما حنحكي عنها هلا مشان ما نحرقون، في خطط لقدام. نحن بس بنتمنى الدعم. عم تدعمونا، نشكركم، نشكر كل الكاميرا الإخبارية السورية عم تكون متواجدة دائما بكافة نشاطاتكم. تماما، موجودين معنا ورافقونا بالبروفات ورافقونا بالعرض. هلا اللي بنشارك معكم يعني بالفرقة رح تكون عاملين بنتشرف. هلا اللي بيطلبوا بس من الجهات المعنية انه الدعم الأكبر. هلا نحن بنعرف انه هي التقنية بحاجة مادة، لانه نحن عم نقدم تقنية، لازم نحن نكون شوي مرتاحين من هذا من هذا من هذا الشيء. فنتمنى المرات الجايه مشان نشوف شيء احلى وشيء غني ان شاء الله. فنحن بدنا يكون معنا التقنيات اكبر. انا كثير بدي اتشكركم على وجودكم معنا اليوم، الاستاذ عدنان فتح الله قائد الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، والاستاذ محمد شباط مدرب فرقه انما للرقص. شكرا لوجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق، وتحيه لكل فرد بالفرقه ولكل راقص كان موجود. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. والبدايات كانت جميله، وان شاء الله كمان الخطوات القادمه بتكون اجمل. شكرا كثير لكم. شكرا. اما هلا مشاهدينا، فصار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنطلع على اخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك سلمى، ويسعد صباحك نور، ولكل ضيوفك باستوديو صباح نغير. موجز لأهم وآخر الأخبار بعد الفاصل. وحدات من الجيش العربي السوري تخوض معارك عنيفة مع تنظيمات الإرهابية في حي بستان الباشا شمال مدينة حلب، حيث تم استهداف نقاط انتشارهم وإيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم. وفي ريف حمص قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة مدعومة بسلاحي الجو والمدفعية على إرهابيين مما يسمى حركة أحرار الشام وتنظيم داعش،
وأفاد مصدر عسكري بأن سلاحي الجو المدفعية في الجيش العربي السوري وجه ضربات محققة على مقرات وتجمعات وتحركات المجموعات الإرهابية في طلس وأكفرلاها وتل دهب وعز الدين والفرحانية الغربية وتلبيسة ومحيط خنيفيس وتلول النظام بريف حمص. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن قرار الولايات المتحدة وقف التعاون الثنائي مع روسيا حول سوريا يعبر عن غياب الإرادة السياسية لديها في مجال محاربة الإرهاب، ويؤكد سعيها المستمر لحماية كل الإرهابيين المنضوين في جبهة النصرة. وقال الجعفري أن سوريا تعرب عن قلقها الشديد من تملص الولايات المتحدة من الاتفاق الذي توصلت إليه مع روسيا الاتحادية، مضيفاً أن عدم وفاء أمريكا بالتزاماتها بموجب ذلك الاتفاق يعكس ما أثرناه مراراً وتكراراً عن غياب الإرادة السياسية لدى البعض في مجال محاربة الإرهاب. توصل إليه من وجود ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق الموقع مع روسيا حول سوريا. وقال زخاروفا أن الدبلوماسية هي العمل على صياغة الاتفاقات وتنفيذها، وخلال فترة عام كامل تمت صياغة الكثير من الاتفاقيات التي كانت تخلق أساسا قانونيا دوليا مقنعا لحل الأزمة في سوريا. تظاهر مئات الأشخاص في ساحة تقسيم وسط اسطنبول احتجاجا على إغلاق السلطات إحدى محطات التلفزيون الرئيسية المعارضة لسياسات أردوغان، وندد المتظاهرون وجلهم من الصحفيين بما اعتبروه حملة القمع التي تشنها السلطات التركية ضد وسائل الإعلام المعارضة. وكانت شرطة النظام التركي قد اقتحمت مقر قناة AMC TV وعمدت على قطع البث المباشر بموجب قرار قضائي. نهاية الموجز، والآن عودة إلى الزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء، ومشاهدينا مستمرين بصباحنا غير. وصلنا سوا لاخر محطاتنا. وين جولتنا نور؟ جولتنا اليوم سلمى على عروس الساحل السوري اللاذقيه التي تتربع على عرش المتوسط. رح نتعرف على حاضر وحضاره اللاذقيه مع الخبير باداره المواقع الاثريه الاستاذ عبد الرزاق الحمصي. سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير بلدي سوريا. صباح الخير اللاذقيه. صباح الخير استاذ عبد الرزاق. يعني دائما نحن مع حضرتك هيك بنروح بجوله بين الماضي والحاضر لمنطقه من مناطق سوريا المتميزه. اليوم مع عروس الساحل، خلينا نبلش شوي بالتاريخ. طبعا اللاذقيه اسمها الأوديسا، هي اسم امه لسلوقس الاول. يوم ما نسمى لاذقيه من الا لاذقيه العرب، لانه في مدن ثانيه على حوض المتوسط اسمها اللاذقيه، لذلك من الا منميزها لاذقيه العرب. اللاذقية تقريبا عمرها 2000 سنة، كانت بالعهد الفينيقي هي عبارة عن ناحية، مو قرية، ناحية أو موقع تابع لأوغاريت. تطورت بالعهد اليوناني وصارت مدينة متكاملة بالقرن الثالث قبل الميلاد، واستمرت. هلا حاليا هي مدينة حديثة بامتياز، ولا نحكي على تفاصيل. إذا نحكي على اللاذقية نحكي على محيط اللاذقية كمان، محيط رائع جدا، يعني غني بالجنان اللي هي جبال اللاذقية، كل قرية هي جنة، وغني بالآثار. يعني وقت نقول اللاذقية منقول أوغاريت. أوغاريت بتعود للألف الثاني قبل الميلاد، وبنحكي على الفينيقيون اللي قدموا كتير للحضارة العالمية من لغة وموسيقى ورياضة. إذا بدنا نحكي كمان لقلب اللاذقية، ما في كتير آثار ضمن قلب اللاذقية للأسف، يعني يمكن تحت الأرض هلأ بعد الاكتشافات بساحة الشيخ ظاهر لقينا بعض المقابر بتعود للعهود الكلاسيكية، يمكن نكتشف شيء. بس في معلم بارز هو قوس النصر يلي بيعود للقرن الثالث ميلادي. هذا كان القوس، شوفوا أهل اللاذقية، كان مركز للمراسم. تقاطع طرق، هذا هو تقاطع الطرق تترابيلون او تقاطع الطرق، هذا كان وقت الحاكم يستقبل كبار الضيوف هون، ساحه مراسم تقريبا. تترابيلون تبع اللاذقيه او تبع تدمر او وصرة، كلياتهم نفس الوظيفه، تقاطع طرق بنفس الوقت هي ساحه مراسم. بقلب اللاذقيه في كمان خان كتير حلو اسمه خان التتون، اللي هو حاليا متحف.
كان فندق بقرن 18 اللاذقية معروفة بإنتاج التبغ عم نشوف سوا يمكن خانة تتون. هاي خانة تتون. تجار تبع التبغ باللاذقية عملوا تجمع مثل نقابة وصار مقرهم بخانة تتون بقرن 18 وكانوا يصدروا للعالم وما زالوا. على فكرة التبغ تبع اللاذقية كان من 200 سنة لهلا كانوا ما زال أجود أنواع السكائر العالمية مصنوعة من التبغ السوري، تبغ اللاذقية حصلاً. حاليا متحف هذا الخان، وللمقتنيات في مقتنيات كثير حلوه، خاصه المقتنيات اللي بتعود للعهد الفينيقي بالالف الثاني قبل الميلاد. في كنيسه مارجيريوس باللاذقيه، كنيسه حلوه بتعود للقرن الثالث ميلادي، تجددت عده مرات. وفي بعض الجوامع مثل الجامعه المنصوريه بيعود للقرن 13، بدايه القرن 13. اذا بنطلع على محيط اللاذقيه، المحيط اللي انا بشوفه كثير حلو ومو مسلط الضوء عليه، ممكن استثماره وتوظيفه بالسياحة. محيط اللاذقية منقول أوغاريت، منقول قلعة صلاح الدين، جبلة ومدرجة الشهير، سلنفة، كساب. كل موقع باللاذقية بمحيط اللاذقية هو جنة. أنتوا بتعرفوا قرية السمرة اللي صار فيها ضيعة ضيعة، بتعرفوا أنه في مئات القرى مثل السمرة، وكل واحدة ممكن نساويها نوظفها بالسياحة. قرى رائعة جداً، الجنة بحد ذاتها، وقرى بكر وبمحيط اللاذقية في المحميات، هي اللي ما عملها، محميات طبيعية ممكن نستثمرها بالسياحة البيئية. بس إذا بتسمحوا لي صليت الضوء شوي على أوغاريت، نحن صلتنا الضوء على أوغاريت عدة مرات، وتقول اللاذقية منقول أوغاريت مرتبطين. أوغاريت بالألف الثاني قبل الميلاد كانت تقريبا عاصمة الفينيقيين، 300 موقع كانوا تابعين، موقع ومدينة كانوا تابعين لأوغاريت بالألف الثاني قبل الميلاد. اكتشفنا كمان أرشيف بأوغاريت 3200 رقيم تقريبا. كمان أرشيف إبلة لا شك أضخم وأقدم، بس أرشيف أوغاريت كمان سلط الضوء على كتير نواحي بتاريخ العالم وتاريخ سوريا. يعني 3200 رقيم، مثل ما ذكرت سابقا بذكر عدة مرات، حوض المتوسط بالكامل كان فينيقي بالألف الثاني قبل. كل المدن اللي بيطل على بحر المتوسط كانوا فينيقيين بالألف الثاني كلهم دون استثناء، حتى اسم بريتن هو فينيقي، قرطاج بتونس فينيقي. حملوا الفينيقيون اللغة الأبجدية والموسيقى والرياضة، خاصة الرياضة. من ضمن الأرشيف تبع أوغاريت لقينا وثائق بتدل على أن الفينيقيون مارسوا الرياضة المنظمة، بطولات. وسبق أني ذكرت ملعب عمريت اللي هو أقدم ملعب بالعالم. هي أنشودة الأبجدية اللي بتدل الأبجدية، كل أبجديات العالم اشتقت من أبجدية أوغاريت. شوفوا لاحظوا الحرف ودي كتير متماثل، كل اللغة اليونانية واللاتينية والآرامية والعربية كلهم اشتقوا. هي أنا بسطتها واضحة جدا، بسطتها مشان شوف انه كل ابجديات العالم اشتقيت منه. طبعا ما بنحكي، كنتوا عم تحكوا على الموسيقى هلا من شوي، اول نوته موسيقيه الموسيقى تمارست مع البشر من وقت ما خلقوا البشر، بس اول تدوين موسيقي 1400 قبل الميلاد كمان كان بأوغاريت. الحقيقه أوغاريت هي اعجاز هاي النوته الموسيقيه، العباده الاوغاريتيه انشوده رائعه، وانعزفت عده مرات وعده فرق موسيقيه عزفتها. في 800 كلمة استخدمت بأبجدية أو باللغة الأوغاريتية عم نستخدمها حاليا باللغة العربية، وسبق أنه استخدمناها قبل بإبلة. فإذا اللغة العربية بتأسف أنه لسه بيقولوا من الجنوب، لا ما أجت من الجنوب، أجت من إبلة، أوغاريت، الآرامية، السريانية، بعدين العربية. بتمنى انه ما بنقول انه من الجنوب، لانه اصلا الثقافه العربيه السوريه اجت من إبلة، أوغاريت، آراميين، اجت من سوريا، ما اجت من الجنوب. هذا غلط تاريخي او كذبه تاريخيه كبيره. أوغاريت مدينه رائعه، فيها ابنيه متعدده الطوابق، يعني بالالف الثاني قبل الميلاد مهندسين معماريين صمموا ابنيه 3 طوابق وطابقين ودرج حجري، يعني هذا اعجاز. المقابر تبعهم كمان قوس مدبب،
حتى مقابرهم اعجاز كانت اعجاز وفيها مجوهرات. شو الطابع الخاص اذا بدنا نقول اللي بيميز اوغاريت؟ اوغاريت استقلت الحضاره، اخذت الحضاره السوريه الداخليه من الخط الحضاري الاول اللي هو حلب كان ابله مشرف شرق حمص وحما ودمشق، استقلتهم ووجهت هالثقافه كلياتها للعالم. العالم كلياته اخذ ثقافته من اوغاريت، يعني انا بقول اوغاريت ملخص لثقافه الكون. نعم، يعني اليوم استاذ عبد الرزاق قبل ما ينتهي وقتنا، نحن اليوم ايضا معنا بعض خلينا نقول الاختام والرقم اللي رح نشوفها على الكاميرا مع مشاهدينا، تحكي لنا سريعا عن هاي الرقم. هذا ختم ملكي. واللي بايد الانسه نمر كمان ابجديه اوغاريتي اللي هي 30 حرف. بتمتاز، نحن بسوريا الحرف الاول صار بسوريا من 10000 سنه، بس الفينيقيون اللي ساووه انه هي الابجديه اختاروا 30 حرف فقط، صار سهل على الناس انه توثق تاريخها وتتعلم اللغه. في امر مهم جدا ما بنسلط عليه الضوء، هالمحميات اللي باللاذقيه والاماكن اللي باللاذقيه. هذا شال شال كان صناعات التقليدية اللي بتتميز فيها حرير اللاذقية، قطن الغاب، تطريز دمشق. ممكن نفرد على شوي حرير اللاذقية، قطن الغاب، تطريز دمشق. تطريز دمشق يعني قطعة سورية بامتياز، فينا نفرد أكثر. موزيك سوريا كله. جبتها هاي القطعة لأنه هي كتير مميزة، فيها من ثلاث أماكن بسوريا. السياحة البيئية لتوظيف الناس، شو هي السياحة بسرعة؟ حأحكي على السياحة البيئية. فرض استخدام التكنولوجيا بالعالم خلق توتر نفسي وحتى عم يتأدي لانهيار الإنسان، فرض استخدام التكنولوجيا. لذلك صار في سياحة اسمها السياحة البيئية، العودة للطبيعة. هلأ في فنادق بيئية عم تصير بالعالم مرغوبة كتير من كتير سياح، بيت طين، سقف خشب، بسط بالأرض وفرش بسط، بيستخدموا الزجاج اليدوي قلب منا، كل شيء نرجع للبيئة الطبيعية اللي هي بيئتنا اللي نحن بيئتنا اليوم الطبيعية. من خلال حضرتك رجعنا شوي وأضأنا عليها وأضأنا على تاريخها، والحديث عن أوغاريت وعن اللاذقية ما بيخلص، أكيد بدنا وقت تاني مع حضرتك لنحكي بشكل كبير. شكرا كثير لك أستاذ عبد الرزاق على تواجدك اليوم وعلى هالمساحة التاريخية اللي حكينا معها. شكرا كلهم كثير لكم. استاذ عبد الرزاق الحمصي خبير المواقع الاثريه، شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير لك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي برفقتكم، واكيد الموعد رح يبقى يجدد بتوقيت دمشق الساعه 9 صباحا. من هلا لوقتها تبقوا بالف خير، ودائما وابدا تحيتنا الاولى والاخيره لابطال الجيش العربي السوري. اكيد سلمى، بنبقى نذكر مشاهدينا بانه الاخباريه السوريه رح تبقى مكفايه معكم بتغطيه لابرز الاحداث على الساحه السياسيه والعربيه والعالمية. لا تنسوا تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. والختام ما بيكمل إلا بتحيتنا الدائمة لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء.